في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد وقتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية استشارة تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. كملين معكم بالجزء الثالث بكيفية العناية بأسنان لأولادنا الحلوين بالبيت، وصلنا لكيف نجرب الخيط وأنواع فرش أسنان تانية. بتعرفوا استخدام الخيط جزء من تطوير نظافة الفم الجيدة، لازم نخلي ابننا يختار النكهة المفضلة عنده، كمان لازم نفكر بالأحجام الصحيحة، لأنه الخيط السميك كتير بيشتغل على الأسنان اللي بعاد بين بعضهم، بينما الخيط الرفيع بيشتغل بشكل أفضل للأسنان اللي بيكونوا قريبين من بعض. إذا ابننا عنده صعوبة باستخدام الخيط اليدوي أو الخيط اليدوي، فينا كمان نستعمل جهاز تنظيف الأسنان الكهربائي أو المائي، في بيبقوا منه، صار في أشياء ممكن نستخدمها بقلب البيت ما تكون بس موجودة عند حكيم أسنان. كمان نفس الشيء مع فرشات أسنان، إذا ابننا بيلاقي صعوبة إنه يحمل فرشات أسنان اليدوية العادية، فينا نحط نحنا كرة تنس أو أبدا منحطها على فرشاة أسنان حتى نسهل عملية الإمساك فيها. في أهل بفوتوا فرشاة أسنان بقلب طابة التنس وبيخلوها أسهل أنه الولد يكون مستقل بحملة وبيقدر يستخدمها وهو مرتاح. كمان فينا نشتري فرشاة أسنان كهربائية مثل ما شفتوا مع تشارليز كيف عم تستخدمها، وهيدي بتساعدهم لينظفوا أسنانه بشكل أفضل ويحصلوا على مدخلات حسية بتكون مناسبة لطريقة تفاعلهم معه. أكيد إذا عندهم فرط حساسية أو نقص بالاستجابة بدنا نشتغل على ديسنسيتايز بروجرام لحتى يتقبلوا فرشاة أسنان الكهربائية. كمان لازم نعلم أولادنا المدة الزمنية اللي مناسبة لتنظيف الأسنان. في أولاد بيلاقوا صعوبة يحددوا الإطار الزمني لقدي، مثلا نبقى نص دقيقة دقيقتين أنه ممكن يزهقوا، فلازم نحن نخليها تكون ممتعة ونفعلهم إياها، ما تكون أنه روتينية وبشكل كتير ممل بالنسبة لألهم. هلا صار فيه فراشي أسنان، في كريولا تايمر لايت بتدوي للإشارة أنه هو عم يستخدم الولد، بس لما ضوي الإشارة أنه خلص نظف أسنانه الوقت المطلوب، فهذه كمان بتساعدهم مثل تحفيز بصري لتقلهم أنه you did a very good job، أنه قمت بعمل كتير حلو وانتهيت من تنظيف أسنانك. كمان في فراشة أسنان تانية مثل كلين وبلاي، في منهم بتعمل غنية، هو بتكون بطارية مقاومة للمي، فطالما هو عم بفرش أسنانه بتكون عم تعمل غنية لمدة دقيقتين، غنية محببة عند الطفل، فهذه كمان بتساعدهم أنه يعرفوا أنه هيدي المدة الزمنية المناسبة لتنظيف أسناننا. إذا ما كانت متوفرة ماما فيها تحط على التليفون غنيته المفضلة اللي هي مدتها لنقول دقيقتين، فطالما الغنية عم تمشي هو عم بفرش أسنانه، منفوت نحنا بالبروسس مثل ما شفتوا وقت لما رحنا عند حكيم أسنان، كل جهة بدها نعد من الواحد للخمسة لحتى نفرش سنينا بطريقة مضبوطة على كل ميلة من فوق ومن تحت وعلى الجنب. كمان فينا ببساطة نحتفظ بتايمر أو مؤقت للحمام، نحطه على الطاولة أو على المخسلة لحتى تصير جزء من روتين اليومي لطفلنا أنه ينظف سنانه. لقونا بكرة رح نكمل معكم بالجزء الرابع. كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية
راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال. أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.